لكم مشاهدينا وحلقة جديدة من النيل المباشر ومتابعة لأبرز المستجدات محليا وإقليميا ودوليا. وفي هذه الحلقة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه ببذل أقصى الجهود للحد من أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين. ومصر تحتفل بذكرى ثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة. سامح شكري يتوجه اليوم إلى تشاد المشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين واستيعاب الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض مؤشرات الاقتصاد المصري وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية في ضوء التحديات على الصعيد الدولي. تحتفل هيئة قناة السويس اليوم بذكرى ثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة والتي كان لها دور رئيسي لزيادة القدرة الاستيعابية لمجرى القناة، كما ساهمت في تحويل قناة السويس من مجرد مجرى ملاحي إلى مركز تجاري لوجستي عالمي متكامل. وتتجه أنظار العالم في 6 أغسطس من كل عام إلى مشروع مصر الحضاري قناة السويس الجديدة، الحلم الذي صار حقيقة في عام واحد بسواعد المصريين البواسل. إنجازات ضخمة شهدتها قناة السويس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت بتطوير المجرى الملاحي وحفر قناة السويس الجديدة لتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في اتجاهين دون توقف. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله، نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة. وتحيا مصر وتحيا شعوب العالم المحبة للسلام وتحيا مبادئ الإنسانية وقيم التسامح والتعايش المشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القناة الجديدة شملت شقة تفريعة بطول 35 كيلو مترا من الكيلو 60 إلى الكيلو 96، بالإضافة إلى توسعة وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى بطول 73 كيلو مترا، ليصبح إجمالي طول المشروع كممر ملاحي مزدوج 72 كيلو مترا. قناة السويس الجديدة ساهمت في تقليل زمن العبور داخل المجرى الملاحي وزيادة درجات الأمان لوجود قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة في حالة حدوث طارئ. كما ساهمت القناة الجديدة في دعم جاهزية الممر الملاحي لاستيعاب الزيادة المستقبلية في أحجام السفن، وضاعفت قدرة القناة التنافسية وتحويلها من مجرد مجرى ملاحي إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي متكامل لإمداد وتموين النقل والتجارة. طفرة غير مسبوقة حققها هذا الإعجاز التاريخي في إيرادات القناة ليحقق 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 5.8 مليار دولار عن العام السابق له، بزيادة قدرها 20.7%. قناة السويس أقصر طريق ملاحي يربط بين أسيا وأوروبا ويحتل موقعا استراتيجيا وسط العالم، ظهر قديما لحل الأزمات السياسية والاقتصادية التي سببها طريق رأس الرجاء الصالح وإنقاذ السفن من عمليات قرصنة متقنة وظروف ملاحية ومناخية قاسية كانت تودي بكثير منها، لتأتي قناة السويس الجديدة كي ترسم حاضرا مشرقا بقدر تعاظم قيمتها وتنامي حركة النقل البحري والتجارة العالمية.
8 سنوات مرت على إنشاء قناة السويس الجديدة التي لم تكن مجرد مشروع قومي عادي أو تقليدي، لكنها تعد مشروع قهر المستحيل بإرادة مصرية. هذه القناة التي استطاعت مصر أن تنجزها في 11 شهرا فقط منذ توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة الأمر ببدء حفر المشروع في سبتمبر 2014، وكان تحدي أشبه بالمستحيل، لكن مصر حققته وأذهلت العالم بهذا المشروع العملاق الذي يتواكب ويناسب الموقع الجغرافي المميز لمصر في ربط الشرق. السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ولواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشاري رئيس الجمهورية لشؤون المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استرادة مؤشرات الاقتصاد المصري وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة. كما اطلع السيد الرئيس في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصة من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين. كان هذا تقرير عن نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شدد على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض مؤشرات الاقتصاد المصري وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية في ضوء التحديات الدولية. عودة من جديد للذكرى الثامنة لقناة السويس الجديدة، إذ أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة حققت أرقاما غير مسبوقة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 9.4 مليار دولار، وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها. أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أيضا أن القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنوات السابقة، وترجع تلك الزيادة لعدة أسباب منها حفر قناة السويس الجديدة. معنا عبر الهاتف المهندس أحمد عبد السلام استشاري إدارة المشروعات وخبير النقل البحري. تحية لك مهندس أحمد. ويعني بعد 8 سنوات من إنشاء قناة السويس الجديدة، كيف ترى حصاد هذه السنوات الثمانية في تعظيم العائد الاقتصادي لمنطقة قناة السويس وتلافي المشكلات التي كانت موجودة في السابق قبل إنشائها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل التحية لحضراتكم وللشعب المصري. في الحقيقة ذكرى ملحمة عظيمة، وكان أول يعني اختبار حقيقي بعد تولي سيادة الرئيس لمدى تلاحم الشعب المصري بالقيادة السياسية وبفكرة القيادة السياسية في 2014. بس خلينا الأول نقول الدولة والقيادة السياسية فكروا في قناة السويس الجديدة ليه قبل ما رد على سؤال حضرتك. كان التحدي قائم علشان يتم تسهيل وتسريع عملية مرور سفن في كل الاتجاهين، عشان نقلل مدة انتظار السفن ونقلل من الفلو بتاع السفن اللي بتعبر قناة السويس،
بالاضافه لايه؟ بالاضافه لزياده القدره الاستيعابيه للقناه، علشان القياده السياسيه وقياده الدوله كانت بتبص على استيعاب النمو المستقبلي المتوقع لحجم التجاره العالميه اللي تقريبا بيعدي من قناه السويس ما يقرب من 12% من حجم قناه من حجم التجاره العالميه. انشانا قناه السويس زي ما التقرير ذكر سريعا من العلامة أو من الكيلو 60 لكيلو 95، وعملنا تفريعات بإجمالي 37 عشان يوصل إجمالي المشروع ل 72 كيلو متر. نعم. خلينا نقول بلغة الأرقام التي لا تكذب إن إحنا في 13-14 إيرادات قناة السويس كانت 4.8، 15-16 كانت تقريبا 5.8، 16-17 ما بعدتش كتير إلى أن قفزت لحوالي في 2021 لما يقرب من 6.9، وبعدين زي ما شفنا اعلان السيد رئيس هيئه قناه السويس سياده الفريق اسامه ربيع ان هي وصلت ل 9.4 مليار دولار. نعم. وده اعلى عائد حققته مقارنه بقى لو قارنا بال 4.8 بتوع 2014. هل ده فقط؟ لا، ده كمان احنا قللنا وقت عبور السفن بقى 11 ساعة بدلا من 18 ساعة، وزمن الانتظار بقى 3 ساعات فقط. كل ده بيأثر على ايه؟ كل ده بيأثر على حجم التجارة العالمية، كل ده بيأثر على الـ العوائد اللي بتعملها قناة السويس في كل مناحي ومجالات التجارة العالمية وفي كل سلاسل الإمداد البحرية. في الحقيقة فكرة المشروع نفسها كان فكرة عبقرية. صحيح. احنا نعظم الاستفادة من موضوع الازدواجية ده علشان زي ما ذكرت لحضرتك تحقيق العوائد اللي احنا ذكرنا جزء منها دلوقتي. نعم، يعني بالتأكيد قناة السويس الجديدة كان ليها إسهامات كبيرة في تعظيم العائد من قناة السويس، لكن النظرة المستقبلية لهذه المنطقة من حيث تطوير أكثر في القطاع الجنوبي لقناة السويس، وأيضا إنشاء منطقة لوجستية، منطقة استثمارية تقدم كافة الخدمات للسفن المارة، كيف ترى هذه الرؤية المستقبلية؟ احنا لو شفنا تقرير ايكونومست في عام 23 عن قناة السويس وشفنا قد ايه ايكونومست اشاد بتطوير اللي حصل في قناة السويس والخدمات اللي بيقدمها المجرى المائي مقارنة مثلا في 2016 وقت مثلا ما كان في ازمة تجارية دولية، هنقدر نعرف حجم الجهد اللي تم في قناة السويس. وخلينا نقول مش بعيد السفينة ايفر جيفن، أزمة السفينة ايفر جيفن، لولا وجود الممر التبادلي الموضوع كان تحول لأزمة كبيرة. احنا شفنا يمكن صحيح. على مدار الستة أو السبع أيام اللي يعني الحمد لله المصريين أثبتوا إن هم على قلب رجل واحد في هذه الأزمة، وقدرنا نعبر بهذه الأزمة واتحلت. شفنا قد إيه العالم كان يحصل له حالة شلل تجاري من هذه الأزمة لولا وجود قناة السويس الجديدة اللي هي انشئت في عام واحد وانشئت بسواعد المصريين. أيضا خلينا أقول إن زيادة الإيرادات اللي حصلت دي لو جينا قارناها بالأعوام السابقة نقول إن حصل تطور غير طبيعي في فكر إدارة قناة السويس. نعم. فضل. نعم، ما يتعلق ايضا بتحويل الهيئه الرقمي منذ عام 2021 والذي ساعد في انهاء الكثير من العمل في وقت قياسي، ادخال التكنولوجيا وتحديث الاسطول والقاطرات والوحدات البحريه والكركات وغيرها، كيف ترى اهميه ذلك التحديث ومواكبه احدث اساليب المستخدمه في الموانئ العالميه والممرات الملاحيه العالميه؟ كل التطوير اللي بيحصل في الهيئه من اضافه كركات جديده ووحدات بحريه جديده بتستخدم في عمليه التعميق اللي وصلت دلوقتي للغاطس تسمح بمرور السفن حتى غاطس 66 قدم ما يعادل 24 متر باحمال كبيره جدا
عندنا القدرة دلوقتي على المرور بمرور ما يقرب من 120 سفينة بأحمال غير 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 فائقة أو غير متوقعة، تمام. لكن الرقمنة وجزء من البنية التحتية لقوة قناة السويس، نعم. علشان السياسات الملائمة والمرنة لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتشجيع التجارة والاستثمار. ده بيأثر على ايه؟ بيأثر على استقرار سلاسل الامداد العالمي. تمام. بالتأكيد هناك تحديات بتواجه حركة الملاحة العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. كيف يمكن لهيئة قناة السويس أن تواجه مثل هذه التحديات لضمان عدم تراجع الإيرادات بل زيادتها؟ بصراحة شديدة، يمكن كل القرارات وكل التخطيط اللي بتقوم به إدارة هيئة قناة السويس في مثل هذه الأزمات، وخاصة في الأزمة الأوكرانية الروسية، من تيسير لحركة السفن وجزء من تخفيض يعني حوافز أو تشجيع بحوافز مرور أكثر للسفن، علشان نشجع حركة التجارة العالمية ونشجع أكبر عدد من خطوط الملاحة للمرور. كل ده بيعظم الاستفادة الكبيرة، علشان احنا نوصل للرقم اللي هو 9.4 مليار دولار. ده كان وراه مجهود غير عادي. خلي بال حضرتك ان 9.4 مليار ده في عز الازمات المتتالية اللي تعرض ليها العالم من 20 حتى الان. يعني ازمة جائحة كورونا، وبعدين ازمة قبلها طبعا كان في ازمه التجاره العالميه اللي حصلت في 16، وبعدين ازمه كورونا، وبعدين ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه. لولا السياسه المرنه والسياسه الواثقه والمرتبه اللي بتكون بيها هيئه قناه السويس، ما كناش نقدر نوصل للرقم الغير مسبوق اللي هو 9.4 مليار دولار. في الحقيقه فكر التنظيم والتخطيط في هيئة قناة السويس كان باين جدا، حتى في المشاريع التنموية اللي بتتم على ضفتي القناة، من وجود ما يقرب من 16 مرسى للسفن دلوقتي، وأعمال التكريك اللي بتتم على قدم وساق علشان نوسع ونعمق المجرى في كل الاتجاهات. نعم. وخلينا برضو يعني انا اسف المقاطعه لحضرتك، خلينا نقول ان مثلا احنا الفتره اللي فاتت، وتحديدا كان مثلا في شهر 12 من عام 22، كانت اكبر سفينه حاويات مرت من قناه السويس. صحيح. ده انجاز واعجاز لوجستي وعمل منظم وتيم ورك، يعني المصريين يقدروا يعملوا المستحيل، زي ما أبطالنا عبروا في 73، هي دي بالتأكيد روح المقاتلين اللي احنا مستمرين بها حتى الآن. نعم. أشكرك المهندس أحمد عبد السلام، استشاري إدارة المشروعات وخبير النقل البحري، وهاتفيا أيضا ينضم إلينا القبطان وسام حافظ، كبير مرشدي قناة السويس سابقا. برحب بحضرتك، وكل عام وحضرتك بألف خير بهذه المناسبة. طيبين، وقناة السويس بخير إن شاء الله، ومصر بخير، ربنا يكرم إن شاء الله. يعني ممكن حضرتك تشرح لنا الفارق في حركة الملاحة وتنظيم الملاحة في القناة قبل وبعد حفر قناة السويس الجديدة؟ أنا عايز أقول لك، يعني أنا حضرت قناة السويس أيام الاحتلال. كنت طفل صغير، كان والدي ضابط، ودانا كان عنده مأمورية في السويس، فودانا السويس أنا وأخويا عشان نشوف قناة السويس. ودي كانت أول مرة أشوف فيها قناة السويس، كانت سنة 1951. نعم. وكانت السويس تحت الاحتلال الإنجليزي، وقناة السويس كانت تدار بواسطة الشركة الفرنسية. فهو كان ما كانش في مكان نقعد فيه إلا في نادي هيئة قناة السويس، اللي هو في يسموه نادي الدنفان الفرنساوي، اللي موجود في بورتوفي. فلما دخلنا النادي لقينا النادي ده مقسم قسمين، قسم فقير للغاية وده مخصص للمصريين،
والقسم الثاني في كل يعني الرفاهيات والمناظر والجناين والخيم والالوان والبالونات والاطفال الجمال اللي بيلعبوا فيه وكده. فانا واخويا رحنا معديين السلك اللي بيفصل بين الناديين ودخلنا مع الخواجات الاجانب نلعب معاهم. وكان يعني المنظر ان واحده من الاجنبيات صغيره كده ما كانتش مبسوطه ان احنا موجودين معاهم. فجاء واحد شاب كده كبير شالنا من دراعي وشال اخويا من دراعه. نعم. وعند السلك وراح رمينا زي انه بيرمي شوالين كده. ونيفر كام باك هير اجين. اوعى تيجي هنا تاني. يعني احنا في بلدنا صحيح وقناتنا ونترمي زي الشولة بهذا الشكل. صحيح صحيح. يعني الحقيقة هي ممر ملاحي هام جدا واستراتيجي، وكان محل أطماع قوى استعمارية كبرى، ومصر دفعت الكثير الحقيقة من أجل استعادتها. ما ينفعش تخش المناطق دي، ما ينفعش. نعم كمان صحيح. فالمهم والدي جاء دخل وحاول يصلح الموقف واتخانق مع المدير النادي. ويعني ده كان المنظر الثاني. كان برضو قناة السويس حصل بقى ايه، الانجليز كانوا بينسحبوا من مصر وعملوا اتفاقية الجلاء سنة 54. وكان الوالد كان له دور في هذا الموضوع. فعبد الناصر جاله البيت وسأله يعني بيقول له يعني خلاص الانجليز هيغوروا 54 بس لسه في اسرار في قناة السويس ما نعرفهاش، وبالتالي مش هنعرف نأممها الا لما نعرف هذه الاسرار. نعم. فقال له عايز تعرف كل حاجة عن قناة السويس؟ قال له طبعا. فقال له طيب احنا نعمل سباحة تتابع من السويس لبورسعيد واشترك فيها. كان الوالد مسؤول عن سباحة المسافات الطويلة في مصر، وكان لو تفتكر حسن عبد الرحيم وبجابي فيني وباري حسن حماد و عبد اللطيف ابو هيف، الناس دي كانت كلها سباحين العالم، ابطال العالم. نعم. وفعلا تم هذا السبق. الولد يعني قدر يدبره مع الهيئه، لان الهيئه كانت مبسوطه جدا من السبق ده على اساس انه شهره دوليه، ابطال العالم هيسبحوا في قناه السويس. ما كانوش يعرفوا بقى ايه ان دي دراسه لكيفيه تشغيل قناه السويس. وفعلا تم هذا السبق في يونيو سنة 55، وأنا اشتركت في هذا السبق مع فريق نادي هونوليلو. نعم. واتأممت قناة السويس بعد ما تعرفت أسرار قناة السويس من هذا السبق، وتعرفت أسرار وتأممت قناة السويس في 56. من هذا التاريخ ابتدت قناة السويس تبقى تبع مصر وتحت إدارة مصر، ومن أيامها وهي بتتطور. أنا طبعا يعني كنت ضابط بحري، وبعد كده التحقت بقناة السويس بعد حرب 73. وكان لنا دور برضو إن إحنا يعني سبب دخولي قناة السويس إن كان في كوبري عاملينه قناة السويس، عاملينه الإسرائيليين سادة قناة السويس في منطقة تفرجوار. الكوبري ده يعني اقترحت نسفه وفعلا تصدق على ذلك وتم نسفه، وبالتالي رئيس الهيئة قال لي أنا عايزك تشتغل معانا. وفعلا هو السبب إن أنا بقيت مرشد في قناة السويس لمدة 56 لمدة يعني 46 سنة قعدت مرشد في قناة السويس. تمام. الحقيقة قناة السويس قناة دولية. صحيح. وأنا حضرت جميع التطورات اللي فيها، وطبعا كانت بناء على ما يحدث من تطور في القناة البحري كانت قناة السويس بتتطور بتتعمق بتتوسع وهكذا. يعني حصل تطوير كتير قوي في قناة السويس. صحيح. يعني الحقيقة ذكريات حضرتك على مدى عملك في قناة السويس شاهدة على تاريخ هذه القناة وما تم فيها من إنجاز، لكن خلينا نركز أكثر على
قناة السويس الجديدة منذ ثماني سنوات، وتمويلها بأموال المصريين 64 مليار جنيه بتمويل مصري خالص دون الحاجة إلى أي تمويل أجنبي بسواعد مصرية. كيف ترى هذا الإنجاز وعائده على الاقتصاد المصري؟ الإنجاز ده إنجاز عظيم، وده يوري قد إيه قناة السويس مهمة لمصر، وقد إيه المصريين عارفين أهمية قناة السويس بالنسبة لهم. اللي أنا عايز أقوله، خبرتي في قناة السويس على مدى 46 سنة، وشغلي مع الأجانب خلال هذه الفترة، أنا اشتغلت مع الدنمارك، اشتغلت مع النرويج، وشفت هم بيشوفوا قناة السويس إزاي ويفكروا فيها إزاي. الناس دي عندها أفكار كبيرة جدا لقناة السويس. أنا مع الأسف يعني إحنا لسه طرقنا والتعاملات بتاعتنا، رغم إن إحنا عندنا انفتاح وعندنا، لكن لسه في عندنا بيروقراطية جامدة جدا معطلة إن إحنا نقدر نخلي الناس دول يخشوا معانا أكتر ونستفيد منهم أكتر. إذا كنا النهاردة بناخد عائد قد يصل السنة دي، أنا متأكد إن شاء الله السنة دي هنوصل لعشرة مليار دولار. والعشرة مليار دولار دول جم إزاي؟ جم نتيجة شغل السنين اللي فاتت دي كلها. صحيح. مش شغل السنة دي بس ولا السنة اللي فاتت، لا، شغل السنين اللي فاتت والتطوير اللي حصل في قناة السويس اللي خلى المراكب الضخمة اللي بتشيل 40 اللي بتشيل 26 و25 ألف كونتينر تعدي قناة السويس. ده شغل سنين، شغل ناس كتير. في شغل لو اتعمل هندخل 10 مليار تانيين على ال 10 مليار اللي بتاخدها، يعني بقى دخل قناة السويس 20 مليار دولار في السنة. نعم، يعني نأمل في ذلك بالفعل. هذه المشاريع صحيح، يعني تعاوننا مع الأجانب. نعم، يعني لازم ده نحط بالاعتبار ونتخلص من البيروقراطية اللي عندنا. نعم، اللي بتعطلنا وبتعطل الاستثمارات. نعم، يعني وصلت رؤيتك. شكرا لك القبطان وسام حافظ، كبير مرشدي قناة السويس سابقا. وإلى ملفنا الثالث، حيث يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة تشادية نجامينا للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت يوم 13 من يوليو الماضي بالقاهرة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزراء خارجية دول الجوار سيبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق. وبالتأكيد هذا الموضوع يعني هام جدا لما تقوم به مصر من جهود في احتواء الأزمة في السودان والوصول إلى الاستقرار هناك. يعني اليوم مصر تشارك في اجتماع القمة الأول وزراء خارجية دول جوار السودان، وسيتم بحث مختلف الجوانب، حيث يعد هذا الاجتماع الأول بعد اجتماع قمة قارة دول جوار السودان في 13 من يوليو الماضي بالقاهرة. وبالتأكيد هناك ترقب لما هو جديد في هذا الاجتماع لحل الأزمة السودانية أو مواجهة العقبات التي تحول دون الوصول إلى استقرار شامل وكامل في السودان يضمن للشعب السوداني الشعور بالأمن والأمان في بلاده. معنا للمزيد من المتابعة السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية. سعادة السفير، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني إذا ما نظرنا إلى هذا الاجتماع، كيف ترى أهمية المشاركة المصرية والدور الذي تقوم به لإعادة الاستقرار إلى السودان مرة أخرى؟
هذا الاجتماع في تشاد كان مقررا له عقده قبل نهاية شهر يوليو السابق، ولكن رؤية تأجيله لمزيد من الأعداد حتى يحظى بالنجاح. هذا الاجتماع هو بمثابة اللجنة التنفيذية لمؤتمر القمة دول الجوار السودان الذي عقد في القاهرة في يوليو الماضي. زيارة الوزير سامح شكري سيعرض تقريرا بمشاركة وزراء خارجية الدول السبع الأخرى الذين شاركوا في الاجتماع حول أسس وتنفيذ قرارات مؤتمر القاهرة لدول جوار السودان. نعم. كما نعرف أن الكثير من أبناء السودان لجأوا إلى الدول المجاورة وخاصة مصر وتشاد، ولذلك أن موضوع الهجرة والنزوح سيكون مطروحا على بحث مؤتمر تشاد. أيضا زيادة المساعدات الإنسانية حيث أن هناك نقص كبير في المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة أو من الدول الكبرى لإغاثة شعب السودان سيكون من الموضوعات الأخرى التي تبحث في هذا الموضوع، وسيواجه نداء بعدم عرقلة دخول هذه المساعدات الإنسانية. أيضا سيبحث تطورات الوساطات الأخرى الموجودة باتجاه السودان ومدى تنفيذها ومدى تنفيذ قرارات مؤتمر القاهرة السابق. نعم، يعني في هذا التوقيت كيف ترى أهمية انعقاد هذا الاجتماع والدور الملقى على عاتق دول جوار السودان وأهم الجوانب التي سيتم مباحثتها في هذا الاجتماع؟ كما ذكرت في السابق فأن مؤتمر جوار السودان خلق أداة تنفيذية لتحقيق أو تنفيذ قراراته، وهو ما يتميز به عن المبادرات الأخرى التي انطلقت من عدة جهات من قبل، ولذلك أنه ليس أن يكون الاجتماع الأخير، ولكن هو سينعقد دوريا متى دعت الحاجة للاتصال بالأطراف السودانية وتذكرها بواجباتها والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لأهل السودان. موضوع الهجرة والنزوح إلى دول الجوار كل ذلك أعتقد أنه سيؤدي إلى البحث جيدا في مساعدة أهل السودان على استعادة السلام والطمأنينة. طيب، يعني برأيك سيادة السفير أهم التحديات التي يمكن أن تواجه هذا الجهد الذي تقوم به دول جوار السودان بمشاركة مصرية، وكيف يمكن التغلب عليها؟ طبعا مصر لها دور رئيسي في هذا الموضوع باعتبارها الجارة الأكبر التي دخل إليها عدد كبير من المهاجرين والنازحين من السودان الشقيق. أيضا لها علاقات تاريخية متميزة مع السودان عبر العصور. فالتحديات التي تواجه السودان هي انتشار وضعف الأمن الغذائي داخل السودان، التأثير على البنية التحتية التي يستفيد منها أهل السودان في محطة كهرباء أو مياه الشرب إلى غير ذلك، فزيادة عدد النازحين داخليا داخل السودان إلى أماكن أكثر اطمئنانا من تعرضها لإطلاق النار من كلا الجانبين. فالوضع الهش الأمني داخل السودان هو التحدي الأكبر الذي يجب أن يواجهه مؤتمر تشاد. نعم، برأيك يعني ما هي الآليات التي تضمن يعني الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ في وقت ناجز لسرعة الوصول إلى الاستقرار المنشود في السودان في ظل هذه الظروف؟ الحل الأمثل هو استجابة الأطراف المتنازعة للنداءات التي وجهها مؤتمر القاهرة والتي أكدت على سلامة وسيادة السودان على أرضه وطلبت عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
يتوقف الأمر على قيام ليس فقط السلطات السودانية ولكن التدخل السريع بالاستجابة لما قررته مؤتمر القاهرة والأداءات الدولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واختلاف القوى الكبرى بالتوقف عن الاقتتال. وأيضا ارتكبت للأسف خروقات جسيمة في السودان وخاصة في منطقة دارفور التي أودت بأرواح عدد كبير من السكان الأبرياء. أصبحت دارفور هي البؤرة الرئيسية التي يتم فيها إزهاق الأخوة أرواح الأخوة السودانيين من أبناء دارفور، ولازالت المعارك مستمرة في منطقة العاصمة السودانية الخرطوم. نعم، أشكرك سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية. مشاهدينا الكرام، كان هذا آخر ملفاتنا في النيل مباشر. أشكر لكم حسن المتابعة، تحياتي، إلى اللقاء.